هذه كنيسة الصعود بخلدة. سيما الشماس ماركوس مرجي كاهنا بوضع يدي سيادة المطران خريستوفوروس خلال القداس الإلهي الذي أقيم في ذات الكنيسة، وخاطب سيادته الكاهنة الجديدة قائلا: الكنيسة تدعوك للدخول إلى قدس الأقداس، وأنت مدعو اليوم للخدمة في بلدة حمود في الكرك مع إخوتك الكهنة. عاونه في الخدمة عدد من الكهنة والشمامسة بحضور أهل الكاهن الجديد ومعارفه وحشد من المؤمنين. يا ابني ماركوس، ثقتي فيك كبيرة، وعشان هيك اخترتك وقبل المسيح اختارك حتى تكون خادم في كنيسته. عشان هيك يا ابني احمل صليب الخدمة بكل تقوى، إيمان، توبة، تواضع، واخدم رعية المسيح اللي افتداها بدمه الكريم على الصليب. كل نفس من نفوس أبنائنا اللي راح تخدمها، المسيح تجسد، صلب ومات وقام من بين الأموات من أجلها. ما تنسى هذا الشيء، كل نفس المسيح من أجلها مات على الصليب. ونحن أوكلنا خدمة نفوسهم. إيش يعني خدمة نفوسهم؟ إن نقودهم للخلاص، نوصلهم لملكوت السماوات.